حسين، بنحييكم مرة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد من برنامج همومنا القبطية التي تعودنا أن نتقابل معكم فيه في كل مصيبة تحدث للأقباط في مصر. النهاردة معنا الضيف العزيز علينا وعليكم جميعا وعلى البرنامج، الأستاذ سمير حبشي، رئيس الهيئة القبطية الأسترالية، وهو مجاهد في الحقل القبطي من أكثر من 35 سنة. هو متعدد المواهب والجوانب أيضا في الإعلام والدفاع عن الأقباط والهم القبطي. بنستضيفه النهاردة علشان خاطر نتناقش معاه في ثلاث حاجات: موقف الدكتور شرف، واللي أنا مسميه الشيخ شرف لأنه أصبح تصرفاته تجاه الأقباط مثل تصرفات الشيوخ. أيضا هنتحدث عن تصرفات المجلس العسكري، وما نظرة ما هي نظرة أقباط المهجر إليهم أو تجاه الإثنان. هنتكلم أيضا عما حدث لكنيسة المارينات في أوتفو بأسوان، وما حدث أيضا في كنيسة الفيوم. أعزائنا المشاهدين، بناخدكم ونلتقي مع الأستاذ سمير حبشي، رئيس الهيئة القبطية الأسترالية. برحب بك يا أستاذ سمير في برنامجنا همومنا القبطية. يا أهلا وسهلا. أستاذ سمير، قبل ما نتكلم عن أحداث كنيسة المارينات، إيه رأي سعادتك في الدكتور شرف وتصرفاته تجاه الأقباط، وهل هي إيجابية أو سلبية، وهل يجب أن نطلق عليه؟ أنا كنت كتبت له مقالة زمان، قلت له يا شيخ شرف كفى الأقباط أرف، أو يا دكتور شرف كفى الأقباط أرف. ما تعليق سعادتك؟ هو الدكتور شرف أصلا كرئيس وزارة حالي يعني لا تستطيع أن تتكلم عليه وحده، بل تستطيع أن تتكلم على الوزارة كلها، مش وزير واحد أو رئيس وزارة لوحده. البنش كله أو الفرقة كلها اللي هي بتمثل الوزارة آلية دي عبارة عن ديكور ليس له حول ولا قوة. يعني مثلا لو بصينا هنلاقي الوزارة فيها وزراء بعدد المهمات بتاعتهم كما كان يوجد في النظام البائد، ولكن حتى في النظام البائد كان كل وزير قادر انه يتحرك في مستوى وزارته ويعمل تفعيلات معينة في إدارة وزارته. أما الآن فالكل عبارة عن ديكور، ولن نرى أحد من هذه الوزارة بيعمل، وخاصة مثلا عندنا وزارة الداخلية. البوليس موجود والضباط موجودين والقوات موجودين والوزير موجود، ولكن البلطجية هم الذين يحكمون الشارع المصري. إذا فإيه هي فايدة هذه الوزارة اللي هي بتكلف الدولة الملايين ولا تفعل شيء؟ الضابط نفسه بيقف موجود في الشارع كديكور، عبارة عن تمثال من تماثيل اللي هي بتاعت الفراعنة القديم. إذا شرف فعلا يمثل أرب وليس يمثل رئيس وزارة. الوزارة محطوطة ديكور، ولكن اليدين اللي هي بتعمل هي أداء الإيدين الخاصة بالحكم العسكري، وشرف حاطينه بس كده لمجرد إن عشان يقال إحنا عندنا رئيس وزارة ووزارة. طيب دعني هنا أن أناقش مع حضرتك نقطة. كانت جات لنا دعوة من الدكتور الجمل علشان نروح نقابله بسبب مشاكل الأقباط، وطبعا كنت حضرتك من ضمن الهيدلاين المدعو فيها. يعني الجمهور نفسه يعرف الدعوة دي كان مكتوب فيها ايه، وليه حضرتك اعتذرت عنها. انا كان يسعدني جدا ان اقعد مع دكتور الجمل، لان دكتور يحيى الجمل راجل فعلا ليبرالي وراجل متحرر وراجل له
نظرة يعني تحمل الاحترام التام لحقوق الأقباط، وكان لي معه سجالات كثيرة، وكان يسعدني أن أقعد معاه. ولكن الدكتور يحيى الجمل وهو بيمثل نائب رئيس وزارة، وهو لوحده وسط هذه المجموعة التي كانت زي ما أنا قلت قبل كده مسبقا عبارة عن ديكور، ولا يحملوا حتى يعني قرار أنفسهم. وجدت أنني إذا ذهبت إلى مصر وجلست مع هذه المجموعة فأنا سأستخدم فقط إعلاميا لصالح النظام البايظ اللي في مصر، ولن يجدي زيارتي أو أطلع بنتيجة معينة لها فائدة معينة تفيد يعني قضية أهل الأقباط. ويحيى الجمل كراجل حتى يعني الأيام أثبتت هذا أنه لا يستطيع أو لم يستطيع أصلا الاستمرار في وسط هذه العملية اللي هي عبارة عن ديكور وعبارة عن وزارة ولا يوجد وزارة. فالراجل بسبب هذا حتى كمان ترك الوزارة، لأنه لم يتحمل أن يقعد كشكل أو يعني كمنظر وهو لا يستطيع أن يفعل شيء. وكانت حتى الخطاب الذي أرسلته إليه ووضعته في الجريدة، قلت له إذا كنت لا تستطيع أنك يعني تستطيع أن تحرك مقدراتك الشخصية حتى كنائب رئيس وزارة، إزاي هقعد أنا معاك وأتكلم وأنت لا تحمل الصفة التي تستطيع بها أنك حتى تديني حل لمشاكل القبطية؟ يعني تقدر تقول من هذا الموضوع تقدر تقول لحضرتك أنك حسيت بالضعف في الجهة السيادية اللي أنت رايح لها عشان كده ما رحتش. بالضبط كده. طيب كانوا لا يملكون مقدرات أنفسهم هم نفسيهم. طيب أستاذ سمير، عايزين نلخص كده حضرتك دور المجلس العسكري في من وفي المشاكل القبطية، هل حل أو زود، حمل أقباط أو محماش؟ يعني وعايزين إذا كنت حضرتك متذكر الحادثتين اللي عملهم الجيش في أول نزول له إنه ضرب النار على الأديورة. تفضل. المجلس العسكري وجوده حاليا عبارة عن مصيبة في مصر، وهو امتداد للعهد البائد ولكن بتغطية جديدة. والمجلس العسكري هو الذي يعطي الضوء الأخضر لكل الأعمال التخريبية الخاصة بالمصائب التي تحل على الأقباط عن طريق المشايخ والسلفيين. وإلا إذا كان فعلا غير راضي عن هذا، لماذا لا نراه قام بالقبض على أي متهم أو أي مجرم من المجرمين اللي قاموا مثلا في الحرق بتاع وهدم كنيسة تصفيح وهو يعلم من هم بالاسم والعنوان والشكل؟ ماذا فعل في مصيبة امبابة؟ أنا جالي تليفون وقت ما كانوا بيضربوا الشباب وأهل المعطم، وهذا التليفون كان صاحب هذا التليفون يقول انقذونا اللي بيضربنا دلوقتي المسلمين وهم الشباب المسلم فوق الدبابات وماسكين البنادق من العساكر بتاعت الجيش. يعني كان الجيش نفسه مشترك فعليا في جريمة المعطم، والقيادة العسكرية تعلم هذا جيدا، ولكنهم يعني بسكوتهم ده معناه رضا تام عما يفعل في أقباط مصر. وإلا إذا كانوا فعلا جادين أو يعني فعلا قيادة، كانوا على الأقل قاموا بمحاكمة. يعني لو كانوا حكموا حد في أصفيح، هل كان يستطيع إن الجريمة تتكرر تاني في إمبابة أو تتكرر تاني في أسوان؟ ما كانش حصل. إنما السكوت علامة الرضا، وهذا معناه افعلوا هذا العمل مرة أخرى في مكان آخر.
وده وضع السلطات العسكرية في مصر. السلطات العسكرية في مصر ده امتداد للنظام القديم، ولكنهم يغطون هذا بعملية محاكمة النظام القديم التي أنا بعتبرها مسرحية لن تنتهي ولم تنتهي إلا لصالح المقبوض عليهم، وبكرة الأيام هتبين اللي أنا بقوله. لأن حتى الطنطاوي نفسه الجرائم التي قامت في عهده في عهد مبارك هو يشترك فيها فعليا، حتى يعني اسألوه كان عنده كام مليار برا مصر، مش هو ده اللي كان بيشارك مبارك في الكوميشن اللي بياخدوها من السلاح؟ دلوقتي بقى هو نظيف ومبارك مش نظيف، فالعملية معروفة والشارع المصري عارف هذا كله، لأن الشعب المصري ذكي، ولكن لا يستطيعون تحت النير العسكري أو الضغط العسكري إن حد يتكلم. وعندنا المثل الولد الإبت الغلبان اللي هو يعني ناشط وله مكان يكتب فيه، أو حكموا عليه بثلاث سنين، ومن المسلمين من يتكلم أكثر منه مرارا وأكثر منه شدة ولم يفعلوا له شيء. اسمعنا ده اللي مسكوه وحبسينه ثلاث سنين علشان اسمه مايكل نبيل سند. طيب يعني عايزين نطلع للمشاهد بمحصلة إن لا شرف ولا الطنطاوي ولا عنان ولا المجلس العسكري ولا أي إدارة حكومية في مصر لها موقف إيجابي مع الأقباط، هل أنا صح أم خطأ؟ ده أبسولوتلي صح، لأن ولا طنطاوي ولا شرف عندهم شرف. أنا آسف بقول هذا الكلام، لأن أنا يهمني النتيجة الأخرانية المحصلة للأحداث. محصلة الأحداث تقول أن كلاهما يعمل ضد أقباط مصر. طيب لو أنا دلوقتي، طب يعني عايز أقول لحضرتك ما هي الرسالة الموجهة لك الموجهة للأقباط في ظل هذه الظروف الصعبة؟ رسالتك إيه؟ وإيه اللي أنت في ظل هذه الظروف الصعبة أحب أقول لإخواتي الأباط، تماسكوا، كونوا شجعان، لا تخافوا، ما تخافوش، لأن الله معاكم، وأنا عارف إن اتحادكم وإيديكم مع بعض مع صرخة الحق ستعطيكم حقوقكم حتى ولو بعد مدة طويلة. هتمر الأيام وهتثبت أن الحقوق القبطية حقيقة، ولن يستطيعوا الحصول عليها إلا إذا كانوا فعلا أقوياء. يعني التسليم اللي حصل في كنيسة المريناب، لا خلي الموضوع ده بعدين يا أستاذ سمير، علشان خاطر إيه؟ عايزين بس حضرتك الرسالة، علشان الرسالة كونوا شجعان ولا تخافوا، دافعوا عن أنفسكم بكل الطرق، لأن الإسلام شيء يعتمد على الجبن، وإذا كنت خواف هيركبك المسلم، وأنا بقولها في كل مكان، لأن الإله هنا قوي ونحن أقوياء، ومن يعيش المسيح في قلبه أقوى من أي إنسان في العالم، فلا تخافوا بل كونوا شجعان. طيب شكرا أستاذ سمير، الحديث الحقيقة مع الأستاذ سمير شيق وجميل. طيب هنطلع فاصل وهنرجع نواصل.